تصوير كفايه كفايه بقى. هات المحفظه ورجعها له دلوقتي حالا للحراميه. ابدا ما تحضنيش. طب احضني انت يابا. تعالي انا حاسب ابوكي من جوه. هات المحفظه دلوقتي حالا. يبقى انا هقلك حاجه. روح واقول لك هات المحفظه. يا بنتي المجنون. خد يا باشا دي وقعت منك. انت تصرفاتك بقت غريبه قوي يا ست. سعادتك ساكن فين عشان اوصلك؟ يعني سعادتك اصل الوقت انت لازم تروح البيت وتاخد حمام وتغير الهدوم المبلوله دي. انا اجيلك طاسه برد. تمد ايدك عليها ليه يا راجل انت؟ هي المدمزيه اللي عملت ايه؟ ده بدل ما تحمدوا ربنا ان اختها رجعت. اسكت انت افندم. رياض شيل عم النص من قدامي بدل ما هصور لكم قاتلين وانتوا عارفين جننتي.